بلدة ماسلوفكا الواقعة على بعد 600 كيلومتر جنوب موسكو تشبه الورشة الكبيرة، فبعد 3 أسابيع من الحرائق التي التهبت المنازل حان وقت إعادة الإعمار. ألكسندر سيليفانوف جاء ليتفقد سير بناء منزله الجديد والذي ستبلغ مساحته 108 أمتار. لقد أعطونا مالاً على سبيل التعويض والآن يبنوا لنا منازل مجاناً. أنا سعيد جداً، فالدولة لم تتخلى عنا. وقد وعد رئيس الوزراء فلاديمير بوتين عند زيارته القرية أهليها بمنحهم منازلاً قبل حلول فصل الشتاء، لدرجة أنه أمر بتثبيت كاميرات مراقبة في القرية لمتابعة سير أعمال البناء. وبالنسبة لبعض سكان القرية يظل رئيس الوزراء الروسي الرجل المناسب. بعد الحريق كان رأسي وقلبي فارغان، لم أكن أعلم ماذا سيحدث لنا، وفجأة جاء وقدم لنا الدعم في الوقت الذي كنا نحتاجه. بعد زيارة بوتين وضعت الضاحية جميع الإمكانيات وانطلقت عجلة إعادة البناء متجاهلة احتجاجات بعض السكان. فمثلا لم يكن أمام يوليا ناخيفيتش خيارا آخر سوى قبول خطط منزلها الجديد والذي لن يعوض ما ضاع منها على حد قولها. لقد احترقت ذكرياتي وكأننا لم يكن لنا ماضياً، أطفالي فقدوا ماضيهم ولم يبقى لي إلا صورة واحدة لزوجي الراحل على قبره. في بلدة ماسلوفكا عجز رجال المطافئ على محاربة النيران بسبب قلة معداتهم. عائلة ألفيتينا شاهدت منزلها وهو يحترق دون التمكن من القيام بأي شيء، واليوم قرروا بناء منزلهم الجديد بأنفسهم حتى وإن تطلب ذلك وقتاً أطول. أشعر بالاستياء بطبيعة الحال، ويؤسفني حقاً أن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من الوصول إلينا. في بلدة ماسلوفكا لا يكاد أحد ينتقد إدارة الحريق من قبل السلطات، وعلى عكس المتوقع تعززت مع هذا صورة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين.